مدروس ديال جنوب افريقيا كيسجلوا عليه المغرب بالهدف الاول. كما قلت لكم كاين مشاكل تقوليه تقوليه نفس القضيه اللي تقوبيله في الماتش ديال اثيوبيا ومصر. وهذه النقطة تحدث لك على أن هاد الثلاثي هادو قليل أنك حتى كمدرب ديال المنتخب الوطني تابونو خلا في هاد الكرة في الوسط والافتكاك ثم تسريع الأمام لاعبين اللي ذكرت لك بعدها يعني دقيقة قبل الحيط. شو اللي رجع هو حكيمي بوحد 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 ثواني ذكرت لك حذر من هاد الثلاثي وذكرت فوستر رقم 8 سريع أيضا إلى جانب كيرسيطا وأولورش هادو غيشكلوا خطورة وبالتالي كرة ظهر أمام وراء ظهر المدافعين للأسف استقبل الهدف الأول. المنتخب الجنوب الإفريقي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة كما قلت سيناريو اللي ما تبيناش كذلك للناخب الوطني.